الحلال مصفي ورب جبت لك مسلسل اسمه لوس ان سبيس. المخرج نفسه اعطاني اياه وحصل وانا ما عزيت عليك يا بنات. قصة المسلسل تتكلم عن جماعة قرروا ينتقلوا من كوكب الارض لكوكب ثاني. صح انها خيالية بس رب اللي يحسدهم. المهم انهم يشوفوا ان كوكب الارض ما يصلحش للعيشة. This is Will Robinson of the 24th Colonist Group. I'm the first human to discover evidence of an alien intelligence. ادري انك تشتي المسلسل لكن في مفاجأة ما ودي احرقها عليك مثل المسلسلات اللي راحت ولا تسميني عبده اذا ما حبيتها. We may not be safe here. There's a rule that's written in stone. The Robinsons stick together. وهذا حتحصلوا على نتفليكس.